السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو النهاردة، استكمالا لساعات الحظر اللي ما بتخلصش. بس انا مش عارفة بصراحة، انا بصور الفيديو ده مش عارفة يعني هينزل امتى، هيكون الحظر اتفك ولا لأ. بس كنت حابة اشارك معاكم رسمة صغيرة لطيفة تانية انا كنت عملتها، واستخدمت فيها برضو الوان شمع بانشو، الوان انا كنت عملت عليها ريفيو قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها هنا. الرسمة بصراحة خدت مني وقت ومجهود، وزعلت في اخر الرسمه، هنشوف زعلت ليه. فهسيبكم مع الفيديو وهسيبكم مع الرسمه، بس قبل ما ابدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. في البدايه هثبت الورقه من الاطراف باستخدام الماجيك تيب اللي اسمه فوتو. بعد كده هستخدم الوان شمع بانشو ال 48 لون، وطلعت الالوان اللي انا هستخدمها في الرسمه ديت. هسيب لكم اسامي الالوان بالظبط في الديسكريبشن بوكس تحت. وهنا باستخدام منديل عادي هدمج الألوان من الفاتح للغامق. هنا بقى استخدمت قلم رصاص 12B من ماركة M&G. هنا هستخدم كوريكتور من ماركة الصفا عشان اعمل الافكت ان في نجوم في السماء.
في اخر الرسمه بقى اللي زعلني هنا ان وانا بشيل اللزق من اطراف الورقه اتقطع جزء صغير خالص تحت، فده اللي زعلت يعني بعد ما خلصتها وتعبت فيها وكده. المهم ان لو في حد يقدر يقولي على نوع ماجيك تيب تاني ياريت يعرفني ويكتبلي في الكومنتس تحت، اكيد هجيبه واجربه، لان بصراحة الفوتو ده ما عجبنيش بعد الحركة اللي حصلت دي. يا رب تكون الرسمة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. باي باي.